بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. أبناء طلاب الصف الأول ثانوي المقررات، إن شاء الرحمن إحنا درسنا النهاردة بيتكلم عن الوحدة الأولى، وحدة المصادر الحرة. قبل ما نشتغل على الوحدة بنحب إن إحنا نعطي مثالين. لو قلنا إن في عندنا واحد اسمه محمد وواحد اسمه خالد مثلا، محمد اشترى جهاز كمبيوتر بتكلفة عالية، من ضمن التعليمات انه لا يمكن لمشتري الجهاز ده ان يجري عليه عمليات صيانة او اضافة الا بالرجوع للشركة المنتجة، تمام؟ كما انه ليس من حقه ان يمنح الجهاز لاحد او يهديه له، وللحصول على تطوير وتعديل للجهاز في المستقبل فان عليه دفع تكاليف تضاهي تكلفة شرائه. ده بالنسبة لمحمد. طيب خالد بقى اشترى جهاز حاسب بتكلفة يسيرة مع إمكانية صيانة الجهاز أو إضافة ملحقات جديدة بنفسه أو عن طريق من يريد، كما أن له الصلاحية في أن يطلع على قطع الجهاز الداخلية، وله الحق في منح الجهاز أو إهدائه لمن يريد، كما أن تطويره وتعديله في المستقبل يتم بشكل مجاني أو مقابل تكلفة بسيطة. أنت شك من القصة اللي احنا حكيناها ديت، مين اللي تعتبره رابح في الشراوة بتاعته؟ طبعا خالد، تمام. هنا لما بنتكلم ان خالد ده الفرق بين المصادر الحرة والمصادر المغلقة. المصادر الحرة، تمام، ان هي يعني بتعطيك الحق ان انت تستفيد من البرنامج وتضمن حقوق الملكية للبرنامج، تمام، وفي نفس الوقت ما يبقاش احتكار، يعني ما يبقاش ايه احتكار على الشخص اللي هو ايه اللي هو امتلك البرنامج ده. بالنسبة للمصادر الايه الحرة، يعني ايه بنقول عليه ان هو مفهوم متبع لحماية الملكية الفكرية لا يقوم على احتكار المعلومة بل على نشرها، في حين ان المصادر المغلقة مفهوم ينص على انه لا يحق استخدام البرنامج الا بعد شراء حقوق الاستخدام الشخصي. طيب في فرق يا اولاد بين المصادر الحرة اللي هي مفتوحة المصدر والبرامج المجانية. الفرق بين المصادر الحرة والبرامج المجانية، يعني مش كل المصادر الحرة، تمام، نقول عليها مجانية، ومش كل المجانية نقول عليها مصادر حرة. المصادر الحرة قد تكون بثمن، لكن عند امتلاكها يصبح للمستخدم حرية التصرف فيها، تمام. البرامج المجانية لا تضمن سوى مستوى واحد بس من الحرية، اللي هي حرية الاستخدام أو وأحيانا حرية التوزيع، لكن البرامج مفتوحة المصدر لها 4 حريات: حرية الاطلاع على الشفرة، حرية التطوير، حرية الاستخدام لأي غرض، حرية التوزيع، تمام. يبقى ده الفرق بين المصادر الحرة والبرامج المجانية. مفهوم المصادر الحرة زي ما احنا قلنا، ده المحاور اللي احنا هناخدها، المفهوم والانواع، الرخص المغلقة وانواع رخص المصادر الحرة والمزايا والعوائد وحقوق الطبع، ده اللي احنا هنبتدي نشرحهم دلوقتي. مفهوم المصادر الحرة مفهوم متبع لحماية الملكية الفكرية لا يقوم على احتكار المعلومة بل على ايه؟ بل على نشرها. انواع رخص المصادر المغلقة، في عندي رخصة المستخدم الأخير اللي هي الـ EULA، وفي براءة الاختراع الحصرية، وفي رخص حقوق النسخ. أنواع رخص المصادر الحرة كتيرة جدا، تمام، يعني في GBL، وفي الـ LGBL، وفي الـ BSD والـ FDL، تمام، ديت من أنواع رخص الحرة. طيب القوانين بتاعت المصادر الحرة: حرية استخدام البرنامج لأي غرض، حرية التعديل على البرنامج، حرية مشاركة البرنامج مع الآخرين، حرية توزيع نسخة معدلة من البرنامج، وإتاحة شفرة البرنامج للمستخدم. طبعا لابد من معرفة رخص وقانون الاستخدام لكل برنامج لمعرفة الحقوق والواجبات اتجاه أعمال الإيه؟ الآخرين. مقارنة بين المصادر الحرة والمصادر المفتوحة: المصادر المفتوحة قد تأدي في عقد قد يمنعك من تطويرها ويسمح لك فقط بالاطلاع عليها، دي المفتوحة، لكن الحرة بتسمح بالتطوير والتعديل دون قيد أو شرط. في مواقع داعمة للمصادر الحرة، والشكل اللي قدامك ده بيبين لنا، زي موقع فايرفوكس وموقع ويكيبيديا ومجتمع لينكس العربي وموقع الإدارة المتقدمة اللي هو ليجن لينكس.
عوائد استخدام المصادر الحرة. تمام، تعال ما نشوف المزايا. المزايا طبعا بتاعت المصادر الحرة ان هي امنها عالي، المزايا كتيرة جدا يعني، المزايا امنها عالي وسرعة التشغيل وقلة الاعطال وانخفاض التكلفة. تمام، وسهولة كشف الاخطاء وعالمية وبتدعم لغات كتيرة. من خلال المزايا دي بنستطيع ان احنا نطلع العوائد. العوائد عندي ان هي بتعطينا طبعا عائد مادي، بنستفيد من خبرات الاخرين وبنركز على الدعم الفني وهو بديل اكثر تكلفة واسعار اقل. في مصطلح اللي هو حقوق الطبع والنشر، تعني المؤلف الحق في ان ينسب اليه العمل زيها زي براءة الاختراع والعلامة التجارية. الانتحال العلمي التعريف بتاعه هو سرقة أفكار وكتابات الآخرين ونسبها للذات دون ذكر الإيه؟ المصادر. أنواع الانتحال العلمي: الاستنساخ والنسخ والاستبدال والمزج والتكرار والمزيج. إلى هنا نكون انتهينا من درس اليوم. أترككم في رعاية الله وأمنه، مع أطيب تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق.